لو كل يوم بتصحى الصبح بدري تلاقي المخدة عليها نقطتين ثلاثة دم أو اللعاب بتاعك مختلط بدم أو لو أنت بتغسل سنانك بالفرشة والمعجون لقيت في دم كتير بينزل أو حتى وأنت بتاكل لو كلت تفاحة صلبة شوية أو أي حاجة ممكن تكون خشنة تلاقي دم بينزل من أسنانك ومن لثتك الفيديو ده هقول لكم فيه عن العشر أسباب اللي ممكن تسبب نزيف للثة تابعوني للآخر عشان تعرفوها كلها وتعرفوا إزاي ممكن نتجنبها ونتغلب عليها أنا دكتور وائل تفاحة اللي لسه مشتركش معايا في القناه رجاء يشترك ويفعل جرس التنبيه علشان ما تفوتوش الفيديوهات اللي بنزلها كل يوم تقريبا واللي عنده اي استفسار او اي سؤال او يحب ان انا اتكلم عن اي موضوع يكتب لي تحت في التعليقات وانا هعمل فيديو خاص عنه. نرجع بقى بسرعه للاسباب العشره اللي ممكن تعمل نزيف للثه ونبدا باول واحد وهو اهمهم وهو نقص فيتامين سي. نقص فيتامين سي في الجسم يعمل مرض اسمه سكيرفي الاسكاربوت والإسقربوت ده من اهم اعراضه نزيف اللثه ليه لان فيتامين سي او فيتامين ج مهم جدا لتكوين الكولاجين والالاستين اللي هي الالياف اللي بتملى الجدر بتاعه الاوعيه الدمويه خاصه الشعيرات الدمويه الرفيعه ولما بتقل بتبقى الشعيرات الدمويه هشه وما اكثرها طبعا في اللثه وفي الفم فبتنفجر بسرعه مع اي حاجه وينزل دم نمره 2 نقص فيتامين كي فيتامين فيتامين كاف وهو معروف جدا اهميته في تفاعلات كثيره بتؤدي في الاخر الى تجلط الدم وفيتامين كاف لما بيقل في الجسم بيحصل نسف من اماكن كثيره اهمها اللثه واحيانا كمان بيبقى نزف من الانف او من الشرج نمره ثلاثة نقص الصفائح الدمويه احنا كلنا عارفين ان في حاجه اسمها بليتليتس الصفائح الدمويه دي بتبقى مهمه جدا في عمليه تجلط الدم لانها اول حاجه بتتجمع عند الجرح وتقفله وتعمل زي بلاج زي كده سداده ويبدا الدم يتجلط حواليها ولما ما بتقل الصفائح الدمويه في الدم التجلط بيبقى صعب وبالتالي النسف بيبقى اسهل رابع سبب هو الحمل والتغيرات الهرمونية اللي بتحصل للسيدات الحوامل إذا السيدة الحامل ما عملتش عناية جيدة جدا بالفم وزارة الدكتور السنان بانتظام عادة اللثة بتبدأ تنزف ويحصل بعض الالتهابات نمرة خمسة مرض السكر الناس اللي عندهم سكر بيحصل عندهم حاجة اسمها أنجوباثي يعني الأوعية الدموية ما بتبقاش قوية بالشكل الكافي ودايما بيحصل نزيف سواء في اللثة أو في العين في الشبكية وبيعانوا من المشاكل دي لكن طبعا إذا ما كانوش كنترول وبياخدوا وهم مظبوط والسكر بيرتفع لمستويات عالية في الجسم بدون علاج وبعد مدة طويلة بعد سنين طويلة ولكن عادة بيشتكوا من رائحة سيئة ومن نسف اللثة نمرة ستة سرطان الدم اللوكيميا ممكن برضو يعمل نزيف في اللثة. نمرة سبعة الالتهابات البكتيرية اللي بتحصل في الفم للناس اللي ما بتعتنيش كويس بأسنانها وما بتشيلش البلاك والترسبات الجيرية بشكل دائم ومستمر عند دكتور السنان لما بيحصل الالتهابات دي في اللثة بيحصل نزف. نمرة ثمانية الناس اللي مركبة تقويم عادة بتبقى عرضة أكتر يحصل لهم نزيف في اللثة نتيجة التقويم لأن هو بيضغط شوية على اللثة وبيخلي كمان في صعوبة في تنظيف الأسنان. Yeah. <laughs> نمرة تسعة الناس اللي بتنظف سنانها ولكن بطريقة عنيفة وتستخدم فرش سنان خشنة وبتقعد تغسل سنانها بشكل أفقي وبشكل عنيف دي ممكن برضو يحصل معاها نزيف في اللثة ونمرة عشرة وآخر حاجة الناس اللي بتاخد مسيلات للدم اللي عندهم مشاكل في القلب مركبين مفصل في الفخد مفصل في الركبة أو عندهم مشاكل في الكلى أو مسالك البولية في أحيان كثيرة بتكتب لهم مسيلات للدم وطبعا مسيلات الدم دي بتعمل نزيف في اللثة وللأسف الشديد بتبقى السيطرة عليها صعبه شويتين طيب وايه الاعراض اللي بتحصل مع نزيف اللثه ده والدم اللي بينزل عاده بيبقى فيه طعم سيء في الفم ورائحه سيئه كمان ممكن نشمها القريبين مننا طيب عرفنا كل الاسباب وعرفنا الاعراض اللي بتحصل طب ايه الحلول الحلول طبعا في حاجات نقدر نحلها وفي حاجات ما نقدرش بشكل عام احنا بنحاول ان احنا نقلل الاسباب دي قد ما نقدر زي ما انتم عارفين الحمل مثلا مش هنقدر نعمل فيه حاجه لكن الست الحامل ممكن تروح لدكتور السنان بانتظام وتاخد بالها من عنايه الفم واللثه بشكل جيد وممتاز خلال اشهر الحمل لغايه لما تعدي اشهر الحمل على خير الناس اللي مركبه تقويم الناس اللي عندها التهابات بكتيريه في الفم تشيل الجير وتشيل طبقة البلاك باستمرار وتحاول تعمل عنايه طبيه فائقه للفم وبالاضافه لفرشه الاسنان والمعجون كمان ممكن يستخدموا الخيط المائي انا كنت عملت حلقه هحط لكم الرابط بتاعها تحت هنا عن التنظيف بالميه بقوه ضغط المياه في اجهزه نازله جديد بتنظف ما بين الاسنان وبتنظف كمان ما بين التركيبات وما بين الاسلاك بتاعه التقويم كويس جدا ارجعوا للحلقه عشان تعرفوا كل المعلومات عنها بيسموها الخيط المائي او اجهزه التنظيف المائي للاسنان كمان برضو بننصح دايما ان احنا نغسل اسناننا بفرشه ناعمه بالكثير قوي تكون ميديا ما تبقاش خشنه ولما نيجي نغسل اسناننا ما نغسلهاش بعنف وبشكل افقي نحاول دايما ان احنا نغسلها بشكل دائري وما نستخدمش قوه زايده في التنظيف بالنسبه طبعا للناس اللي بتاخد مسيلات للدم دي مش هنقدر نعمل لهم حاجه الناس اللي عندهم اي امراض اخرى يحاولوا انهم يزوروا الطبيب المختص ويشوفوا حل ليها الناس اللي عندهم نقص فيتامينات سواء فيتامين سي او فيتامين كي لازم ضروري جدا يعوضوا نقص الفيتامينات ده عن طريق يهتموا بوجباتهم وياخدوا في الغذاء بتاعهم الاطعمه اللي محتويه على فيتامين سي وفيتامين كي ولو ما كانش كافي ممكن ياخدوا فيتامين كي عن طريق اقراص او حقن وكمان فيتامين سي ممكن ياخده عن طريق الحبوب والكبسولات وكثير من الفيتامينات موجوده في السوق في شكل اقراص بتعوض هو نقص فيتامين سي. اخر حاجه الناس اللي عندهم نقص صفائح دمويه لازم يروحوا لدكتور هيماتولوجي دكتور امراض دم ويعالجهم ويشوف السبب ايه ويعالجه باذن الله. دمتم دائما بصحه وعافيه مع تحياتي دكتور وائل تفاحه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه واكتبوا لي تعليقاتكم اللي انتم عايزينها تحت هنا هو. وانا هرد عليها كلها باذن الله تعالى مع خالص تحياتي.